عزيزي المشاهد، برحب بيك تلميذ في مدرسة المسيح، تلميذ لأعظم معلم علمنا بحياته وبكلامه، وبيدعوك أنك تكون له تلميذ. تلميذ مش معناه مجرد تفهم عشان تجاوب على الأسئلة، لكن تلميذ معناه تدرك وتختبر وتعيش الحياة التي عاشها المسيح، تسمح له أنه هو يعيش فيك. وعشان تقدر تعمل كده أنت محتاج لمجموعة، مجموعة زي المجموعة اللي المسيح صنعها، مجموعة من كنيستك، من المؤمنين اللي حواليك، تجتمعوا مع بعض، تسمعوا مع بعض، تصلوا مع بعض، تشجعوا بعض أنك تطبقوا الحياة ديت وتكون اختبار حقيقي لكل واحد فيكم. صلاتي أن ده يتحقق معاك. أمين. عزيزي المشاهد، أرحب بيك في حلقة جديدة من مدرسة المسيح. أرحب بيكم معايا، وعايز أشكركم عشان التجاوب الإيجابي بتاعكم والأسئلة والمداخلات الجميلة والرائعة في رحلتنا الطويلة دي، عشان الصبر والاحتمال والرغبة المخلصة أننا نتعلم. أنتوا ناس مشجعين للغاية. رحلتنا الطويلة اللي مشيناها توقفنا مؤخرا عند ما نسميه الكنيسة. الكنيسة علاقتي بأخويا الابن العزيز عند ربنا، علاقتي بأعضاء جسد المسيح، شهوة قلب الله أن يرى هذه العذراء العفيفة التي تزف للمسيح. تكلمنا عن إيه الكنيسة غير ما احنا فاهمين، ليه الكنيسة، ليه، وبعدين بنتكلم عن المبادئ بتاعتها، وقلنا المساواة، التنوع، الخضوع. أي واحدة تنقص في دول ما بقتش الكنيسة، ما بقتش الوحدة اللي بنتكلم عنها، ما بقتش الجسد اللي بنتكلم عنه، مش كده؟ أي واحدة تشالت، لو تشالت القيمة المشتركة هنغير من بعض، هيبقى فيه superiority وinferiority، صح؟ هيبقى فيه تعالي ودونية، تلخبطت، ما بقتش عيلة. لو شلنا التنوع هتبقى عيون وعلى الطيور على أشكالها تقع. لو ما فيش خضوع هتبقى فوضى. مظبوط؟ وبعدين بنتكلم دلوقتي عن الخضوع لوحده، لأن ده درس مهم لازم أقتنع به، مش مجرد من أجل الكنيسة، ولو إن ده سبب يكفي، وده هيبقى السبب الثالث بتاعنا الرئيسي ليه الخضوع. لكن الخضوع أكبر من مجرد وحدة الكنيسة. الخضوع دعوة إلهية لكل واحد فينا عشان ربنا يقدر ينضج شخصيته، مش علاقته بربنا. ربنا بيشوفني روح ونفس وجسد. الجسد عايز يعتني بيه، ياكل ويشرب ويلبس، فاهمني؟ وده مسؤوليته هو. الروح عايز يغسلك ويطهرك وينقيك وينظفك ويملأك بالروح ويملأك فرح. النفس عايز ينضج الشخصية دي، عايز جراحها يشفيها زي ما كنا بنقول قبل كده، لكن بس يشفي جراحي وافضل بيبي وافضل يوسف ابوه جلابيه مخططه وملونه. عايزني راجل، عايز شخص ناضج، عايز شخص سوي، عايزني لما اطلع ابقى اب وام، ابقى زوج وزوجه، ودول نادرين دلوقتي. هم بيتجوزوا وبيخلفوا، بس لا هم ازواج ولا هم اباء، ما تكونوش، ما نضجوش، الشخصية ما تنحتتش، ما تكونتش. وده اللي كنا بنقول عن الدور فات، لما بستقبل قلب المسيح الوديع والمتواضع جوايا بعرف أخضع. الخضوع ترمومتر التواضع والوداعة. لما بقبل الخضوع بقبل الوداعة والتواضع. تثربلوا بالتواضع، بيبان فين؟ في احتكاجي بالسلطة اللي فوقية. بخضع ولا بشوط؟ فهمتوني؟ مش شرط بشوط برجليا، بشوط ايه؟ جوايا، بشوط جوايا. واضح بقول ايه؟ نمرة 2، الخضوع لكل سلطان بشري في البيت وفي الكنيسة وفي المجتمع هو أداة الله لحمايتي من ايه؟ حمايتي من الانحراف والضلال. الانحراف وانا هنحرف؟ مش شرط الانحراف معناه ابقى واحد وحش، لكن انحراف معناه انا ماشي في خط، الخضوع بيحافظ عليا في الخط دوت. لو انا ملياش كبير
بسهولة يحصل لي إيه؟ أنحرف عن الخط، أطلع برا المسيرة. سهل، مفيش حد بيقول لي تعالى يمين تعالى شمال، مفيش مرجعية في حياتي. إحنا كبشر عندنا كبار بنتولد عندي أب وأم، ببقى أقول لروحي إمتى أبيعهم؟ إمتى أطلع إلى الحرية؟ طبعا بكتشف كل شوية إن أنا في كل حتة بروحها فوقية إيه؟ سلطة. أنا بحاول أبيع السلطة، بينما بقى الدعوة هنا للخضوع اللي ملوش كبير يعمل إيه؟ يشتري له كبير. أنت محتاج إن يبقى عندك كبير طول الوقت. ليه؟ لأن الكبير ده زي غطا، غطا بيحميني 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 بيحميني. من مين؟ من نفسي ومن إبليس، بالذات روحيا. لو ليا الغطا ده، المرشد الروحي ده، بيحميني من نفسي ومن إبليس، بيحميني من نفسي وإبليس، بيحميني من إبليس أنه بيصلي لي، وبيحميني من نفسي لأني لما بلخبط في التفكير أو التصرف بيقدر يندهلي يقول لي ليه، اتكلم معايا، ناقشني، فبيقدر يحميني. بصوا الكتاب بيقول إيه بقى، لنلاحظ بعضنا بعضا للتحريض على المحبة، نحرض بعض على الثورة، لا المحبة والأعمال الحسنة، غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة. ياما ناس بتبطل تحضر اجتماعات بعد شوية، زهقنا. غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة، بل واعظين مين؟ بعضنا البعض، وبالأكثر بقدر ما ترون اليوم ايه؟ يقرب. ده الاحتياج جوه الكنيسة، ان يبقى عندي اخواتي اللي بيوعظوني وبينبهوني وبيحذروني وبسمع لهم وبنبسط بيقولوه، ومش بتضايق لو وبخوني، مش بتضايق لو وبخوني. فاكرين الآية اللي قريناها من شوية؟ لو حطناها هنا هنلاقي معناها جميل قوي. بيقول كده: ليضربني الصديق فرحمة، وليوبخني فزيت للرأس. لو أخوك في الإيمان، لو أختك في الإيمان وبختك على حاجة عملتيها، تعملي إيه؟ تشكريها ولا تقوليها خليكي في نفسك؟ اللي عنده كلمة حلوة يخليها روح، خليك محضر خير، فاكس أي حاجة، صح؟ أنا مش بقبل كلمة من الناس تانية. أنا بتجيلي جوابات تهزيء، جوابات تهزيء، يا تلميذ يا خايب، يعني عد بعت لي كده: انت تلميذ خايف في مدرسه المسيح، روح ذاكر، روح مش عارف ايه. لازم اخد الكلام جد، لازم افحص نفسي بصحيح، لازم اقول لروحي انا بقول كلام صح ولا غلط، لازم اراجع نفسي. اذا انا ما سمعتش للنقد وراجعت نفسي، مره جالي ايميل صعب جدا جدا جدا، وانا عندي مجموعه من الناس بصلي معاها وبثق فيها، فقلت لهم انا جالي نقد 1 2 3 4، بفضلكم صلوا قولوا لي انا كده ولا لا، انا بضحك على روحي ولا لا، انا بتصرف كده ولا لا، انا زي اللي قريته، انا ممكن اقول انا مش كده، انا مش كده. سهل قوي، بس حازي روحي، انا ممكن اضحك على نفسي، بالذات انا كبير وقائد وسيس. بس الأأمن، الأأمن أني أستشير ناس تانية وأقول لهم أنا ده تقال لي، أنا كده قولوا لي عشان أصلح نفسي، أو قولوا لي أنا مش كده فيبقى الشخص ده فاهمني غلط، أو الرسالة دي جات لي غلط. صلوا لي خدي كلام من ربنا، قولوا لي أنا مستعد أقبل، أنا مش مضطر أعمل كده، ما حدش عارف أني جالي الكلام ده، مش كده؟ بس أن يبقى ليك مرجعية، ان يبقى في حد ممكن يوبخك وتسمع له، دي حمايه ليك. كلنا فاكرين القسيس اللي ابتدى يوعظ وناس ابتدت تتلمع حواليه وابتدى يعمل حركه قويه جدا، وبعدين فجاه خد الناس دي كلها وراح امريكا اللاتينيه واشتروا مقاطعه كده وعاشوا مع بعض. مش عارف اتعمل فيلم دوكيومنتري، فيلم تسجيلي عن الجماعه ديت، وبعدين في يوم قرر ينتحروا معا وشربوا السم مع بعض، ونجا
قلة قليلة حكوا القصة ديت، وراح الشرطة بعدها لقت الناس جثث ميتة. ازاي ده؟ لأن الراجل ده ما كانش ليه كبير، فقعد ينحرف 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 فاهمني بفكره وبطريقته، وربنا قال لي ومحدش يراجعه وهو كبير، لما يقول ربنا قال لي يبقى ده إلهام مش كده؟ مفيش حاجة فوقيه، فسهل إبليس يضلله، سهل إبليس يضحك عليه، فضاع وضيع الناس اللي ماشي وراه بدون ما يكون له كبير. لما يكون للي انت ماشي وراه مالوش كبير خاف. فاهمين بقول ايه؟ اللي مالوش كبير يعمل ايه؟ يشتري كبير. جميعا خاضعين، محدش مستثنى من الخضوع، محدش مستثنى من الخضوع، لان محدش مش محتاج حماية. وكل ما بكبر كل ما محتاج اكتر، لان سهل اتكبر، سهل اظن ان انا فاهم ومحدش غيري فاهم. مظبوط اللي بقوله؟ سهل قوي. بصوا بيقول ايه تاني؟ لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى. ليه؟ انتم بكل حكمة معلمون وايه ومنذرون ايه بعضكم بعضا، بعضكم بعضا خاضعين بعضكم بعضا. فوانا خاضع لك هسمع لك، لو انا مش خاضع لك مش هسمع لك، صح؟ فلما تنذرني مش هسمع، ولما تعلمني مش هسمع، ولما توبخني مش هسمع. لكن الخضوع بيخليك تسمح لك توبخني وتعلمني وتنذر، فبتحميني، بتحميني من نفسي وبتحميني من ابليس. تاني بص الكلام الجميل، تسالونيكي الاولى 5 12 13 14. ثم نسالكم ايها الاخوه ان تعرفوا الذين يتعبون بينكم ويدبرونكم. بص العباره، بص العباره دي، عارفين يعني ايه يدبرونكم؟ بيدبروا حياتكم، بيعملوا تدبير ليكم عشان ياخدوكم للنضوج في حياتكم الشخصية، بيكبروكوا في ربنا، بينظم لك مسيرتك مع المسيح، المسؤول عنك اللي بيقودك روحيا. وتعرفون الذين يدبرونكم في الرب ويعملوا ايه؟ وينذرونكم. انت مدي حد حق ان ينذرك لما تغلط؟ انت سامح لحد يوبخك لما تغلط؟ انت سامح لحد يدبر حياتك؟ دي واحدة من علامات التلميذ، الخضوع. فاكرين في اول رحلتنا قلنا التلميذ من مبادئه انه خاضع لربنا وللآخرين، لان دي الطريقة ان يتشكل بيها واحتمي فيها. ان تعتبرهم كثيرا في المحبة من اجل عملهم. وبعدين بيقول ايه؟ ونطلب اليكم اي اخوه انذروا الذين بلا ترتيب، شجعوا صغار النفوس، اسندوا الضعفاء، تانوا على الجميع. بص التركيبه، بص التركيبه، مانجا وموز وكل الفواكه حطوها على بعض، فروت كوكتيل كله. انذروا، شجعوا، اسندوا، تانوا، اعمل كل حاجه مع بعض. لو انا مش خاضعين لبعض مش هتقدر تعمل كده في حياتي، صح؟ لو خضعنا لبعض هنعمل كده في حياه بعض، هنحمي بعض، هنستر بعض، هنستر بعض، هنحافظ على بعض. لكن لو كل واحد على راسه محدش هيسمع كلام من حد، هنضيع، ومحدش هيعرف حتى انك ضعت، صح؟ هتضيع جواك وهتبان من بره تمام، وانت من جوه رحت من زمان، رحت من زمان. اخر حاجه، الثلاث حاجات المهمه جدا في الخضوع: اداه للصناعه الشخصيه، اداه للحمايه، ثلاثه الخضوع اداه للمحافظه على الوحده. وده الموضوع اللي ابتدينا بيه وقلنا هنرجع له مره ثانيه. مركب ليها 100 رئيس هتغرق،
المركب الكرو بتاعها الفريق اللي بيخدم على المركب عدد كبير جدا. الطيارات على حسب حجمها بيبقى الكرو بتاعها اسمه ايه الطاقم الطائرة. الطاقم ده على الطائرة، الطاقم ده على الباخرة. في بواخر النهاردة بتشيل 2000 سايح ومش عارف ايه، وبتبقى زي مدينة عائمة كبيرة جدا جدا جدا. الطاقم ممكن تتخيلوا كم واحد بيتكلم على كم واحد، بتوع الهاوس كيبنج وبتوع النظافة وبتوع المواتير وبتوع الصيانة. اوتيل عائم 2000 حجرة، متخيل حاجة رهيبة جدا جدا. ليهم كم قائد؟ طائرة في كابتن، واخر واحد يسيب الطيارة لو حصل لها حاجة، واخر واحد يسيب المركب، ومسؤول عن سلامة جميع الناس الموجودين عليها. مسؤوليته كبيرة، عشان كده سلطته كبيرة. فريق عازف اوركسترا سيمفوني، كم آلة؟ وكل آلة كم واحد؟ تشوفوا بتوع الكمانجا كم واحد؟ اتفرجوا عليهم طالعين نازلين زي ما هو ولادي اللي يتفرج عليه ايه ده؟ كله عينيه مع مين؟ ما واحد كده الناس مش شايفاه ماسك عصايه رفيعه وبتاع طويله كده من ورا مش كده؟ و كلهم ماشيين مع العصايه بتاعته. والا مش هتبقى مقطوعه سيمفونيه، هتبقى مقطوعه حبشتكانيه. كل واحد هيجيد العزف، ده مش عزف منفرد، ساعة العزف منفرد اعمل انت عايزه، قسم ولالي، ها؟ لكن ساعة لما بنلعب مع بعض كلنا مع مين؟ مع المايسترو. هو الاوركسترا ما لهاش مخرج بس زي بعض. ليها مخرج؟ المخرج هنا، ايوه كلنا مع صح كده، مظبوط؟ خلي بالكم من الفكرة دي، فكرة بسيطة بس دي واقع الحياة. اللي بيحفظ للكنيسة وحدتها ان لازم يبقى في واحد مايسترو، مش هو اللي بيعزف، مش هو احسن عازف، بس هو المايسترو. دوره ان كلنا نعزف مع بعض، دوره ان كلنا نشتغل ونأدي احسن حاجة عندنا، دوره ان الناس تشوفنا وتسقف لانه برافو، ده دوره. زي ما اتفقنا ان المايسترو ده خاضع للفريق، زي ما اتفقنا ان كل كوتش خاضع للفريق في الاخر، مش هو من غير ريس، لازم كل ريس ليه ريس، ولو ما لقيش ريس يبقى اللي انا بقودهم هم الريس، هم الريس، هم الريس. لو انا اخر اي قمه يبقى اللي تحتيه اجمعهم اخضع له، لو ما فيش فيه بخضع للتحتية، لازم لازم حماية، لازم في حد ليه كلمة أخيرة، ولازم اللي ليه كلمة أخيرة حد ليه كلمة عليه. فاهمين بقول ايه؟ ده اللي يدي طمأنينة ويدي أمان ويخلينا بنشتغل فريق جسد عايز يقدم مجد الله. بصوا الثلاثة دول لما نركبهم مع بعض، بصوا العناصر دي لما تركب مع بعض. مساواة القيمة، المايسترو ده قيمته مش أكتر من أي عازف موجود. عازف البيانو ولا عازف الكمان ما فيش فيهم واحد أحسن من الثاني، دي آلات مختلفة، دي مواهب مختلفة. بنخضع لمين؟ دي سلطة معطاة، مش للأحسن ولا للأكثر قيمة، للي دوره كده، للي أكثر نضوجا، للي ربنا حطه، للي الجماعة اختارته بحسب التعيين بيحصل ازاي، فاهمني؟ ففي تعيينات، ده الراجل المنتخب في أمريكا بينتخب رئيس الجمهورية، لو نجح بواحد وخمسين في المية يبقى رئيس الجمهورية، 49 اللي ما انتخبوهوش بيعملوا ايه؟ بيخضعوا له. احنا هنا لا، احنا هنا 10% قالوا لا يفضلوا طول الوقت، احنا قلنا لا، احنا مش هنسمع كلام حد، احنا مش موافقين، بلطجة. دي الديمقراطية، دي الفوضى. انا بخضع للايه؟
للغالبية. الغالبية قالت كده، يبقى بعد ما بناخد القرار يبقى كلنا قلنا ايه؟ قلنا ده رئيس الجمهورية، يبقى كلنا احنا نخضع له. وإلا الولايات المتحدة الأمريكية مش هتبقى ولايات متحدة، هتبقى الولايات المفككة الأمريكية. مظبوط؟ بصوا للثلاث حاجات دول في جسد المسيح. بره في العالم في الخضوع، مفيش المساواة، ففي غيرة وحسد. بس احنا عندنا حاجة مش موجودة في حتة تانية، عناصر الكنيسة مش موجودة في أي حتة تانية، مخليها جمالها حاجة تانية. التلاتة دول لازم يحصلوا في قلبي أنا الأول. أنا واضح؟ الحلقة اللي جاية نتكلم عن دور الكنيسة وهدفها، ربنا دعاها لإيه. بس أنا عايز أتوقف هنا عشان أتأكد إن إحنا كلنا واصلين لحتة واحدة إذا كان عندنا أسئلة. أنا هسأل حتة في الوحدة والتنوع، هرجع سنة لورا يعني. هي حاجة عاملة لي مرارة قوي من الكنيسة، حاجة مضايقاني آخر حاجة يعني. آخر حاجة برضو يعني إحنا ممكن نقبل أي حاجة من أي حد غريب، بس مننا فينا ما نقبلش. يعني هدي مثلا عشان أنا عارف إن الدنيا مش واضحة. لو إحنا مثلا إحنا الفريق اللي بيعزف مثلا في الكنيسة مثلا، وحبينا مثلا نعمل حاجة مميزة في الميوزك مثلا، مش هتتقبل. هيقولوا الناس دي مثلا بتتنطط او عايزه تبين نفسها. لو جه فريق اجنبي عمل اللي احنا عمل نفس اللي احنا عملناه بالظبط بنفس الروح بنفس الحاجه، لا الناس دي كانت ممسوحه وكانوا في قمه العصف وكده. فبحس ان الدنيا اي حد غريب يعمل اي حاجه امين، اي حد من الكنيسه يعمل اي حاجه غريبه لا انت في حاجه من ورا الموضوع. انا مش واثق فيك. المسيح قالها وقال ايه؟ قال ليس نبي ايه بلا كرامه الا فين؟ ده عادي. مستغرب؟ مستغرب؟ ده عادي. انا ممكن اوعظ حاجه في الكنيسه معينه والاخره والناس تقول لي ربنا يباركك قسيس، يجي واحد من بره يقولها واو، فبص كده اشكر ربنا انهم انبسطوا لان انا عايز الحقيقه توصل، مش كده؟ مش فارق انا ولا غيري. مظبوط؟ ده عادي جدا. السؤال هتعمل ايه؟ هتزعل؟ هتبطل ولا بروح الوداع هتكمل وتقول بالوقت هيسمحوا لنا لانه شافوا الحاجه دي جميله؟ صح؟ فهمت بقول ايه؟ على المدى الطويل الخضوع بيكسب، على المدى القصير كانك مش بتكسب، على المدى الطويل بيكسب. لما جه حد غريب وعملها وانبسطوا منها ممكن نقول طب احنا ممكن نعملها، تجربوا تشوفوها مننا. لكن قلت يا سلام للغريب، لا يا سلام مش لعب خالص، ده خضوع. انت فهمتني؟ اشكرك. اتفضلي. طيب انا عايز اسال حاجه تاني برضو ليها علاقه بالتنوع وكده. اوقات الناس لما بتجينا من بره بتبقى كانت عايشه حياه مدمره وليكن عملت كذا وكذا وكذا وكذا، فلما بتيجي بتقول اختبارها فبيبقى تعرف للناس كلها. ففي الاول الكنيسه مش بتبقى قبلها، بمعنى في ناس واحد كان مدمن وانا كنت مدمن والمسيح حررني، مش هنقبله؟ ده احنا حطيناه على المنبر وسقفنا له كلنا. اوكي. في اوقات ناس لما بتيجي وبتبقى قايله كده. أيوة. وتعرف ده لو انا مثلا دي بنت وانا جيت صاحبتها، ف يعني انت ممكن تبي زيها. هي كانت مش دلوقتي، بيتقال انه ممكن يعني ترجع. الولد بنقبل انه يقول اختباره، البنت لا. مش بس لا بالعربي كده يعني صح؟ لا يعني لو بنت الولد بنقبل انه تغير، لكن البنت لا تتغير. لا مش قصدي كده. الكرة على فمها تطلع لا مش قصدي كده. عارفه المثل ده؟ اتفضلي. مش قصدي كده، قصدي انه مثلا وليكن بنت. انا فاهمك. انا بهزر لان احنا بنغلط الغلطه دي. انا بهزر، انا عارف ان ده بيحصل.
بنت وقعت في خطيه معينه قبل ما تيجي للمسيح. فهي في نظر كل الدنيا انه البنت دي مش كويسه. اوكي. فلما حتى لغايه دلوقتي بيتقال ان هي ممكن ترجع في اي لحظه. ده بقى في دمها. ايه اللي بقى في دمها؟ المخدرات. الخطيه ايه الخطيه؟ المخدره. خلينا نقول المخدره. نقول المخدرات. خليها. استنى استنى هكمل. اصل في دمها المخدرات، التاني بيبقى مش في الدم يعني، بيبقى في القلب. بقي طبيعه. بقي طبيعه. دي بقى الطبيعه. انا شايفه انه لا، بس الناس شايفه لا. يا جماعه خلينا نقول الحقيقه النهارده. كم واحد النهارده ما زناش قبل الايمان؟ كم واحد ما هببش قبل الايمان؟ احنا بنضحك على بعض؟ احنا بنضحك على بعض؟ الكنيسه الاولى اعمدت الكنيسه مين؟ المجدليه دي مين؟ مين المجدليه دي؟ مين ماضيها؟ بها سبعه ارواح نجسه، مش كده؟ والكنيسه فخوره بيها. احنا بنمثل تمثيليه سخيفه. واحد وقف وقال انا كنت وربنا غيرني. كنت وربنا غيرك، ربنا يباركك. وانا ممكن اكون عملت اصخم منه، بس انا ما حكيتش فبدينه ومش مصدقه. معقول؟ فانا انا 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 عارف ان ده بيحصل. انا بهزر. انا عارف ان ده بيحصل جوان، بس احنا عايزين نقطع الصوره دي. احنا عايزين ثوره على كل ما هو عتيق وفاسد وخالي من روح العهد الجديد. شجعوا صغار نفوس، اسندوا الضعفاء. انا لما بنقف إن اول ناس مدمنين خفوا، كنا بنقف ونفتخر بيهم. الناس دي خفت، الناس دي خفت بنعمه ربنا، وطلعوا على المنبر واديله المايك قدام الناس، وبنسقف لربنا اللي عمله في حياته عشان تخلي ناس تصدقه وتحترمه وتقبله كأخ في الإيمان مساوي لنا في القيمة. واضح اللي أنا عايز أقول؟ طيب في جزئيتين. لو أنا مثلا في كلية. أوكي. وفي حد من أصحابي عنده استعداد إنه هو عايز يتغير، بس عايز حد يقف جنبه ويساعده. مظبوط. تمام. وليكن برضو بنت وقع في نفس المشكلة. خلينا نتكلم كده. فهل أنا لأ يعني في وسط الكليه في وسط الناس انا لو وقفت جنبها وابتديت ان انا احاول اساعدها، انا سمعتي من سمعتها، وده اللي اتقال على المسيح. فانا المفروض بقى اعمل ايه؟ واحده من التهمات بتاع المسيح محب للعشرين والخطا. انا تلميذه لمين؟ هعمل زي المسيح ولا هعمل زي الناس؟ حتى لو انا هضحي بسمعتي. بسألك، هعمل زي المسيح ولا الناس؟ المسيح. هو ولد ولا بنت؟ بنت. بنت. وانتي بنت، هعمل اللي يرضي الناس ولا يرضي المسيح؟ اللي يرضي المسيح. كويس. الناس هتقول عليا، اللي عارفيني عارفين انا مين ولا لا، في سلوكي وتصرفاتي باين انا ايه؟ مسيحي. وتصرفي ايه؟ مسيحي. عايزين قدر قليل من الشجاعة نعيش اللي بنؤمن به ضد قيم المجتمع البالية. حضرتك قلت اللي ملهوش كبير يشتري له كبير. مثلا انا كنت صغيره وبابا وماما مثلا راحوا السما وطلعت وربوني اهلي مثلا او اي حد، فانا ماليش كبير. كويس. ومش عارف يبقى اشتري منين، انزل اني سوق اشتري في سوق رود الفرج. ايه مواصفات الكبير؟ باباي وماما راحوا السما، ايه مواصفات الكبير اللي اقدر ارجع له مثلا؟ او ان انا سبت بلدي ورحت بلد تانية، او كنيستي ورحت كنيسه تانية، فمش عارف وخايف اخد اي حد وخلاص. ففي مواصفات للكبير. طبعا بشتري كبير. اولا لو انا بنت عايز بنت، لو انا ولد عايز ولد، وعايز حد ناضج روحيا ونفسيا. مهمة الاثنين. في ناس ناضجين روحيا ومش ناضجين نفسيا فبيعقدوني.
يعني في قاعده عقدوا الناس بتوعهم لان هي مثلا معقده نفسيا، فتقول لها ما تكلميش ولاد، تعرفيش ايه شويه الولد ده بيفكر فيكي، ضربيه اللي مش عارف ايه على وش، فان هي عندها مشكله، فاهماني؟ فانا عايز الكبير بتاعي يبقى ناضج روحيا ونفسيا سوي، مثل، قدوه. واضح بقول ايه؟ دايس طريق المسيح، ارعي غنمك عند اقدام الرعاه، دوري عليا، امشي ورا الرعاه هتوصلي لي. فاهماني بقول ايه؟ فدي المواصفتين مهمين، النضوج الروحي والنضوج النفسي من نفس جنسي. وكل ما كان اكبر سنتين عني لانه ماشي اكتر مني في الايمان وفي السن على مستوى الانساني والروحي، كل ما ده امان ليا. الايمان والسن الاثنين مع بعض ممكن ما ينفعش يبقى اصغر مني سنا؟ صعب قوي، لانه نضوجه النفسي هيبقى اقل مني، خبرته في الحياه اقل مني، لان الكبير دوت المرشد ده مش بس مرشد روحي ومرشد انساني، مش كده؟ وانا بخضع له اني بسمع له، بس مش مطلوب اطيعه، لان القرارات في الاخر اللي في حياتي الشخصيه بتاعتي انا، هتجوز مين، هشتغل فين، هعيش فين، محدش انا مطالب اطيعه فيهم، دي قراراتي انا النهائيه في الحياه. بسمع نصيحه المرشد مش بطيع المرشد، ده الخضوع. مع المرشد الروحي انا بعمل ايه؟ عايز اسمع له، بساله، بسمح له يبخني، بس مش بطيعه، لان لو طعته ده اسمه خنوع وليس خضوع. انا جاوبت؟ في بنات او سيدات بتبقى شخصيتهم اقوى من شخصيه الراجل اللي هترتبط بيه. اللي هترتبط ولا ارتبطت؟ اللي هترتبط بيه. اللي هترتبط بيه. كويس، الحمد لله لحقنا. فبتبقى عندها مشكله في حته ان هي تخضع دي. صح. تعمل ايه؟ ما تتجوزوش. طب ولو حصلت المصيبه واتجوزته؟ تخضع له. ما هي مش هتقدر تغير شخصيتها. ما هي دي شخصيتها اللي اتولدت بيها. مش هتقدر تغيرها. أنا وعايزة تخضع وتعيش زي ما احنا بنقول كده، تعمل ايه؟ مش عارف، بعد ما خلص المدرسة دي هنتكلم عن شوية العلاقات الانسانية، فبنتكلم مثلا عن سيمينار اسمه اختيار شريك الحياة. في اختيار شريك الحياة الكتاب حط كلمتين سحريتين، معين نظيره. احنا بقى ملناش دعوه دي، بنختار بقى على الحاجه اللي الثانيه اللي احنا ملناش دعوه خالص بالمواصفات اللي قالها الكتاب دي. بدور على البنت اللي انا عايزها مش اللي انا محتاج لها. فالبنت اللي انا عايزها ديت اموره وسنيوره وغنيه والولاد كتار عايزينها، فانا اخدها يبقى انا فزت مباراه سبق، واللي سبق كل الايه كل النبأ، فكده يعني حاجات غريبه جدا جدا. وبعدين بنتجوز وبعدين لان مش عارفين نعيش مع بعض. لو انا بختار المعين النظيري، معين يعني يكملني، ونظيري يعني يشبه لي، بالانجليزي a helper suitable، واحد بيساعدني بيهلبني بيساعدني suitable، مناسب بناء على ايه؟ على انا مين. اول حاجه بنعملها بكتب مواصفات الانسان اللي انا عايزه قبل ما اكتب انا مين. لو انا كتبت انا شخصيتي قويه وانا بنت وعايزه اخضع لزوجي، يبقى زوجي ده لازم يبقى شخصيته ايه؟ طبعا مع ان ما فيش حاجه اسمها شخصيه قويه وشخصيه ضعيفه، يعني بس باخد الكلام، يعني ما فيش حاجه اسمها شخصيه قويه، في حاجه اسمها شخصيه قياديه وشخصيه انقياديه. ما فيش قوي وضعيف، ده الشخصيه دي ملهاش عضلات عشان يبقى قوي وضعيف. لكن في قيادي وانقيادي. انا شخصيه قياديه وعايز اسلم القياده لشريك حياتي، والشخص اللي تقدم لي انقيادي اكتر بكتير مني، اخده اخدوش؟ طيب اتجوزنا وانا النهاردة عايز اخضع له وهو انقيادي وعايزني انا اقود، مظبوط؟ هقود بكل رهبة واحترام ليه عشان احسسه برجولته، مش كده؟ او هنقسم المسؤوليات، فحدي له حاجات يبقى هو صاحب الكلمة الأخيرة فيها عشان يحس برضو برجولته، وأنا هاخد البيت وحاجات أكتر شوية أبقى فيها الديسيجن ميكر زي ما بيسموه، صاحب الإيه؟ القرار. هضطر أعيد تقسيم المعادلة بس برضاه وبمشيئته. واللي هجرحه، لو جرحته هيعمل إيه؟ هيجرحني.
كده نظرة المجتمع هتبص للراجل بصة مش اللي هي. عشان كده انا اقول انا هعمل كده بكل احترام وهيبة وحديله مكانته قدام الناس وحكبره قدام الناس. فده مشوار اصعب. بس لان اخترت اختيار ايه؟ غلط. وما يزرعه الانسان يحصد ايضا. وانا في حاجة عايز اقولها يعني. انت حضرتك قلت كل واحد المفروض يبقى ليه كبير. اه. طب لو انا ليه كبير مثلا فلنفرض ابويا. بس ابويا مش في الايمان انا هكبر ازاي؟ ولو ليه قائد في الكنيسة القائد ده سابني. يعني كنا مجموعة مثلا وخلصت المجموعة انتهت وخلاص سابني. انا اعمل ايه؟ ادور على واحد تاني. طب مش لاقي. ما انا بقول في سوق رود الفرج في عالسور كده. هذه مشكلة احنا بنوع فيها كتير. يعني اكتر وقت في عدد من المؤمنين والخدام دلوقتي. فما تقوليش ما فيش. هتدور هتلاقي. هتدور هتلاقي. روح صلي كده يا رب اديني مرشد. صليت الطلبة دي؟ انت ما نزلتش السوق خالص لسه. اتفضل. انا مضطهد المنطقه دي. حاضر 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 حاضر. هو الحقيقه مش سؤالي. بس عايز حضرتك تجاوب عليه. حد مش سؤالي مش سؤالي. حد تاني ساله قال انه بنت عايزه تطلع بشخصيتها السويه لكن مامتها بتقهرها دايما او عايزاها تبقى نسخه منها. عايزاها مثلا دايما ماسكه في جلابيتها وهي ماشيه. لحد امتى تقدر تخضع لها وفي ايه تقدر تخضع لها؟ يعني عايز حضرتك تجاوب لانه لما انا جاوبت ما حدش اقتنع. يعني التعامل مع الشخصيات القهريه زي اللي اتكلمنا عنها دي حساس جدا. لاني يا هخنع فهتمسح يا هتمرد فهاقهر. شاب مرة جالي بمواصفات شبيهة بكده شوية. فقال لي اعمل ايه؟ قلت له العبارة ديت مثل كده اجنبي. bend with the wind. bend انحني with the wind مع الريح. الشجرة الجدعة لما الريح تهب تعمل ايه؟ تميل معها. لو قررت تعمل كده الريح تعمل ايه؟ تخلعها من جدرها. تخلعها من جدرها. bend with the wind. اول ما تنتهي الريح تروح واقف تاني. وعيوني تروح ده وبعدين تروح راجع تاني. جالي بعد شويه وقال لي يا قسيس سحر سحر. قلت له بتنفع؟ قال لي مش ممكن. خلي بالك في فرق بين جذورك شخصيتك وكيانك واللي ربنا عايزك ليه واو الاخر. فاهمني انا عايز اقول؟ اثبت في الارض دي خضوعك لربنا وخضوعك للقيم اللي انت عايش من اجلها. في نفس الوقت عايز تخضع. خضوع يبقى في صوره بند انحني. انحني من غير ما تتكسر. انحني من غير ما توصل للارض. فاهميني بقول ايه؟ امشي اخر ما تقدر تعمله عشان الشخص ده يبقى راضي من غير ما تفقد هويتك او تتقلع من جذورك. الشخص ده كل شويه بيتعب من الضغط بيعمل ايه؟ الريح بيحصل لها ايه؟ بتهدى. انت بتشم نفسك. الريح دي بتعمل ايه للشجره ديت؟ بتخلخل التربه فجذورها يعمل لها ايه؟ تنزل اعمق 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 فتستحمل ريح اقوى من غير ما تتقلع. انت فاهمني بقول ايه؟ انا عايز حضرتك توضح لي يعني ايه بند. يعني ايه بند؟ عشان لالا افهمها رياء. لا 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 لا. يعني ايه بند؟ يعني ايه انحني للريح من غير يعني ايه؟ يعني رأي ولا اعمل ايه؟ امسكي في هدومي. امسك. ما ما هفضل ماسكه كده على طول حاسها وحشنكلك فرح سايبه. امسكي في هدومي اهو. افضل ماسكه كده اهو ارع زي. فاهمين بقول ايه؟ اني بعمل وما اعملش. لما اتحدى لا قول معاك اعمل ايه؟ طخ طخ طخ. فاهمين؟ فهتحول الى معركه. ولا بنساق. فاهمين بقول ايه؟ ولا بنساق. خليه انت فكرتني بحاجه بحكيها دايما في المواقف دي بتعبر عن الفكره دي قوي.
ارجع لحكايه ممنوع تروح الكنيسه دي. طول عمري بقول للناس عندنا، لان انا عارف انه بعض العائلات مش بيحبوا اولادهم يروحوا الكنيسه ويلتزموا بالكنيسه قوي، بالذات في مرحله الثانوي والجامعه. فكنت دايما اقول المثل ده، تخيل معايا ان انسانه عرفت ربنا وعايزه تروح الكنيسه، عايزه تتعلم وعايزه تنتمي للجسد وعايزه تكون جزء من هذا الكيان، وبعدين باباها مش مامتها بيقول لها تروحيش. تخيل معايا السيناريو اللي هقوله ده، اللي يعبر عن بند وذ ذا ويند، اللي بيعبر عن الخضوع، اللي بيخليني ما اتعبش وانضج، وبيوريني اني على المدى البعيد انا دايما اللي ايه اللي كسبان. خليني احكي السيناريو ده يمكن يعبر عن الصوره على بعضها. اوكي، بتخيل معايا لو انا البنتي ده هعمل كده، هروح لبابا اقول له بابا ممكن اروح كنيسه، ده اجتماع معاد الشباب، ممكن اروح؟ انا قلت لا. طب انت مزعل نفسك ليه؟ لا خلاص انا مش رايح، تخافش. طب النهارده هبقى فاضيه بقى، انا كنت عامله حسابي اروح، يبقى 100% انا وانت هنقضي الليله دي مع بعض. هتفسحني فين؟ قول لي بقى هتفسحني فين. يلا نخرج مع بعض وناخد كافي مع بعض وننبسط مع بعض بقى. ده سيناريو. السيناريو الثاني كده، طب انا مش رايحه، واروح داخل اوضه واروح طاخ راز على الباب والازاز يتكسر، قليله الادب صح كده؟ يعني اقل حاجه ده الاب اللي هيقول مش البنت، فاهماني؟ يعني على الاقل حاجه، يعني اذا كان راجل هادي، ده اذا كان الراجل هادي ايه او الام، انا بقول اي حاجه. المهم يعني انا بتخيل السيناريوهين، فين الفرق بين السيناريو؟ غير اما اقول له بقى هنتفسح مع بعض النهارده، طب انا اللي عازمك النهارده، انا مش فاضي، وانت سبتني اقعد في البيت وانت هتنزل، لا هروح معاك مطرح ما تروح هروح معاك، انا النهارده معاك بقى، انا مش رايح الكنيسه اقعد معاك، مش انت بابا مش بتحبني وانا بحبك؟ في تمرد، انا قطعت برضا، ده خضوع مظبوط وحب زياده، ودلدقت الحب على بابا مظبوط، فاهميني بقول ايه؟ طبعا اللي فيه نفس يعمل كده، فاهم؟ الاسبوع اللي بعديه اجي اعمل ايه في الميعاد؟ بابا انا عايز اروح الكنيسه، انا مش قلت ما تجيبيش الزياره وليه تزعل نفسك؟ هتزعل نفسك ليه؟ بلاش كنيسه النهارده. طب النهارده بقى هنروح فين مع بعض؟ النهارده هنروح حته بقى جديده خالص. الاسبوع اللي بعد ايه في الميعاد؟ بابا من غير ما تزعق، من غير ما تزعق، كان في حاجه بقولها لك بتقول عليها لا، ممكن اقولها تاني، ولو عايز تقول لا قول لا، ولا تزعل نفسك، بس اقولها اقولها، وانت عايز لا يبقى لا برضو، يعني مش فيش حاجه غلط. ممكن اروح الكنيسه لو على 5-6 أسابيع بيقول لا، بعد الاسبوع السابع او الثامن هيقول لي ايه؟ هيقول لي اروح معاكي اشوف ايه الحاجه دي اللي انت بعد كل الاسابيع دي لسه عايزه تروحيها من غير ما تزعليني، اللي خلتك بني ادمه كده عجيبه غير بقيه الناس. فاهمين بقول ايه يا اولاد؟ فاهمين بقول ايه؟ فاهمين بقول ايه؟ احنا عايزين يا دلوقتي يخربها. خلي نفسك طويل. ده مش الخنوع، ده مش الخنوع، ده الخضوع، اني انا عارف انا عايز ايه وبفضل اطلب حقي بمنتهى الوداعة والتواضع وبمنتهى الخضوع. انا مقتنع بالصح فبطلبه، لما بيترفض ما بكسرش الدنيا، بالعكس بقلبها حاجة جميلة، لان اللي جوايا جميل. فالناس في الاخر بتبص لي تقول لي انت مين؟ انت ازاي كده؟ انت مين عملك كده؟ لو الكنيسة اروح معاك، يا ريت يا بابا تعال معايا، ورجل على رجلك روح مع بعض وروح مع بعض. يبقى انا مش رايح عشان حد او عشان نخرج، انا رايح عشان اقابل ربنا، ويبقى ربنا هو اللي عمل كده في حياتي. انتوا فاهمين بقول ايه؟ من فضلك عزيزي المشاهد، من فضلك ومن فضلك اسمع الكتاب بيقول ايه، اسمع حكمة السماء، اسمع رأي ربنا، هتكتشف إرادة الله صالحة مرضية كاملة. إلى أن نلتقي في حلقة قادمة،
ربنا يحفظك تلميذ للمسيح. امين. مجدت المسيح. في نهاية حلقتنا عزيزي المشاهد، عايز أشجعك أنك تروح للويب سايت بتاع هذا البرنامج schoolofchrist.tv. هتجد كل الحلقات موجودة، وكل حلقة هتلاقيها بكل الصور المختلفة، تقدر تتفرج عليها ستريمينج، تقدر تلاقيها وورد، تقدر تلاقيها كشيت عشان تحل وتبعته لينا مرة تانية، تقدر تلاقيها PDF، تقدر تلاقيها PowerPoint، أو تقدر تحملها لنفسك على أساس أنها تكون MP3 عشان تقدر تسمعها، أو تكون للآيبود بتاعك، أو تكون للآيفون بتاعك، أو تكون كمان ويندو ميديا بلاير. والسي دي هات، الدي في دي هات هاي كواليتي، موجودة في جميع المكاتب المسيحية من الآن، فصاعدا تقدر تحصل عليها وتقدر كمان تديها هدايا لأصدقائك. إلى أن نلتقي، ربنا